السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح شوي ناخذ من وقتكم، عندنا ست قصائد ان شاء الله نسجلها بحضوركم ان شاء الله. شرفنا هذا الحضور. يا ابا الحسن حبك دوى ويشاف كل من ما طاب، واجب نصلى على النبي من ينذكر داح الباب. بدأ أمس نقرأ قصيدة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. بمولد نبينا الفرح عم بسرور وحل، بمولد نبينا الفرح عم بسرور وحل، وعلى الرسول بشروا والخير جاهم، وحل الما يحب آل النبي يطب طوب، وحل ما خاف ابد من بشر احشي الالي والعلي. النبي لما الرحل وصى بامامك علو بخن اجوه الربع صرت انت فوقن، علو نصب نبينا علي قائد لها الامه، نصب نبينا علي قائد لها امه، وجمع اصحاب النبي والهل جمع. اما اللي ضدك علي تأكد من امه ضدوك اهل الكفر سمهم وهابية، ونبذوا احقاد وذبح بيكم وهابية، يكرهون شيعة علي ذول الوهابية، بكل فاينة وكل حقد تلقاهم وجدهم سياه، ودرب العدل صار الشرك جدهم، يقلون لسبهم من احترق جدهم، لو بيد نار وحطب وصليهم انا صلي، ولو بيد براج مووها قوياهم صل راية علي امرفرفة وياي اذن صل على النبي، واللي يكره حطه بنجاسة وحال. اللهم صل على الرسول الكريم. وإلى أمير المؤمنين جبريل جب مولده أدى التحية ونزل، جبريل جب مولده أدى التحية ونزل، وإحنا بحماكم بعد يا سيدي، لم نزل نبقى على دربك أبد عن الدرب، ما نزل سيد شباب البشر وأخلاق عندك حسن، والوجه مثل القمر من النبي جابل حسن، لو صابتك نايبة انخب حسين أو حسن، واللي بغضك علي من فوق سبعة هو، وما شرب من كوثرك كل عمره ما شم، هو لتحدى سيفك علي يا هل ترى من، هو بصوم وصلاة وزهد قضيت فيهن عمر، والدين من وقفتك مولاي كله عمر، ياه اطلع على قبل من صاحبيهم عمر، سليت سيفك غضب صحتان هذا علي، وللنبي قتله بتشر مولاي ذبها علي، لا تنهضم سيد راسك اخلي علي، جر عمر من هامته فوق الارض والسده بالخندق اقرا قبل شنو الجرى، والسده الكفر كل انتهى من ضربته، ولا سدى ذول هالبيت النبي، والباقي كلها نزل صلوا على محمد. الى الائتلاف الوطني العراقي، الى الشعب العراقي وشيعة آل البيت، الى الشعب العراقي وشيعة آل البيت، النور ائتلافك على الارض واشرق، ائتلاف السادة هذا الحارب وصدام، ائتلاف المارض اخلط طاغية ودنك، لا تبخل بصوتك
لا تبخل بصوتك حط نعم لحسين، لا تبقى انت حاير واقف بمفرق، هنا واقف علي وهناك ابو سفيان، صوت لائتلافك يلا قوم الحق، منا وبينا ذوله، منا وبينا ذوله، او شيعة الكرار من دمنا ولحمنا وطقنا نفس الطق. نعم صارت مشاكل عندنا سلبيات، بس هسه القضية الباطل ويا الحق، لا تمشي السقيفة اتبايع الدلوك، شل جرح الامام ولا تكبر الشك، كلها تجيشت ضد شيعة آل البيت، يردون ائتلافك هذا يتمزق. يوميا تجار وتضخ خال سعود، وعلى شعب العراقي يكثرون الدق، رادوا نزهق احنا ويجي البحث النوب، نزهق ارواح ام الحسن ما نزهق، اذا لازم نصوت لاهل هذا البيت، اهل كلمة محمد واهل اهل الحق، ولان عدنا البعث لملم بربع النوب، بكل ساقط وهتل ودايح مدقدق، وترى البحثية ردة وكل ربع صدام، بس هسه بقيادة عزة الاجلك وتكم نائب حقير تحزمه وياه، وين السم ينقط وجهه كان نزرق، ما بيهم شريف، ما بيهم شريف اللي يرد يحكم بيك، وانظر شخص بيهم ساقط ملثك، ورد عزة الدور العار ابن العار، أو الرقبة الطويلة تقول شلقلق ولا عزة لزمها وشرم الصدام، أكيد البلد هذا يقوم يرجع بك، أكيد البلد هذا يقوم يرجع بك. وإلى السعودية، هيئة للمنكر مسوين الجماعة، وهي شغلتهم مكيسوا بيها ليك، من تزور النبو وتبوس الضريح تلزم الشباك ويضربك بديك، لا تبوس القبر لا تشرك يا حاج، شلون عينا صحل ويصيع عليك، هذا ابوس ياهو محمد وهاب، شلون ابوس قائد السفلية كون هفه براسه بن عال المعاد على راسه وراسه بن تيمية، وفتوعتهم لا تشاهد اي قناة الا وحدة يستحب تنظر عليها بامر من مولانا، ولان مال سعود هاي حلله وروتان، وفتوى عدهم ابد للزور نبيك، عين الروتان ساعة وهزز بجسمك وديك، يعني اذا ترتاح كلش مش حتقدر انت حتغمض عنيك، وفتوى عدهم حرموا سلطم الشيعة وحلله ورشقة الدحة، يعني يطلع الشيخ من عدهم كبير والجماعة يصفقوا له ويدفع البير، وفتوى عدهم بالدراسة كون دجداشة قصيرة، ولا خمس سنين تدرس كيف اسويها برقبتك، يعني اذا مجتهد عدهم مطلع بس لفه برقبتك، وفتوى عدهم دير بالك تبتلي تسوي زلاطة، الطماطة خيار ما يصير تجامع، حسب رأي الشيخ مالتهم حناطة، قل لي انت بربك احشي شفت يوم خيارة تغمز الطماطة، وفتوى عدهم غير بالك تبتدي تسوي زلاطه، الطماطه خيار ما يصير تجامع، حسب راي الشيخ مالتهم حناطه، قل لي انت بربك احشي شفت يوم خياره تغمز الطماطه، وفتوى عدهم لابن جبرين السخيف، ذبحوا اهل الحسا كلهم واقتلوا اهل القطيف، لان شيعه علي ذولا يعني ذولا مشركين، وكل ذنبهم تدري شنو؟ شي يحبون الحسين، ان شاء الله هسه نجيكم مثل جيت الاربعين، 13 مليون تمشي الزورة بالقاسم وآل الطاهرين، يعني شردوا لان كلش قافلين، اللي يحصل شرده يشرد لو يسوي بشكل جده، ضاكع ابن العاص لما شاف امير المؤمنين، وفتوى عدهم لابن جبرين السخيف، ذبحوا اهل الحسا كلهم واقتلوا اهل القطيف، لان شيعة علي ذولا يعني ذولا مشركين، وكل ذنبهم تدري شنو؟ شي يحبون الحسين، ان شاء الله هسه نجيكم
مثل جيت الأربعين 13 مليون تمشي الزور أبو القاسم وآل الطاهرين يعني شردوا لأن كلش قافلين اللي يحصل شرده يشرد لو يسوي بشكل جد ذاك ابن العاص لما شاف أمير المؤمنين. أنا شوي مريض اليوم كان. حزب البعث العربي سوى غبي وابن غبي شايف حزب عدة منع صلوات على النبي بالقهوة سووه الحزب حامض وشاي ولبلب ودقدومنا وزار ورق وعبلغ يهود وأجنبه ويمن رفيق ابن الزنة يومية سابيني سبي وطوع بجيش القدس فكياخة من ابن النقل صدام هلس مهلس يومية شهرين ولبس ما بيت درب بعد مو خبلان هالبلد او عافية بلد يومية عركة وجرجرة وتجنيد روح الزمسرة بالقادسية قشمرت هم المعارك حاربت شهرين هم خفت ورح تطلبني معود ولك يقول لي تجي لو بهذلك وماكو زعل ماكو حرج باشر اجيب ام الدرج عالبيت شيت وانبطع شيت ولا تنزين ما عدنا خطر يوميا انفجار بكية عدنا يصير ادري شلون ما نصعد بعد كية وصارت دقة بي شلون ذات اليوم من باب المعظم جيت عبرية صعدت وحدة يمي مو عجوز تقول اظن يمكن عمرها تقول 600 كلها مدقدقة من الرجل حد الراس لا من الجنوب ولا كردية ملحقة على الرشيد وشايفة القعقع يمكن حضرة صلح الحديدية حطت شيس يمها شيس ما ادري شبيه كل ساعة وتمد براسها شوية تتلمض علي وتلتفت كل ساعة قلت الموت جاني وقافل علي قلت علاف جوز وصعدوها وياي ودزوها علي ذول الوهابية قلق كلش قلق جبت الدرب تعبان قلقني الشيس كلش حط مرض بي حقيقة انا خفت بايك هوا من الشيس اول مرة ابدت بيد رجليه جوز حزام عتهم انت فتح الموت جوز مفخخة تطلع الحجية جيبت حق قلت هسه علي مكتور واول واحد انا يموت بالكية عمد روح ردت بس انا متهش شلون الكية ها كبرها تقول قوطية شفت انا عليها وخدت منها تشيس قلت ميت باع الشومات وكل شارة طلع كله تتم صار العجوز تريد تاخذ حفنة من نفسك تجار. واخيرا لا اطيل عليكم علي على علوي النبي من زغرة حد الموت وحضر ويا النبي في آخر انفاسه على الغمض عيونه وسداع القاع وكان بحضن حيدر عمته وراسه التهب جبن النبي والغسل والتكفين هو وبعض صحبه وقلة من ناسه وهناك الجماعة قاسمة والأدوار صار من قبل موجودة العلاسة. شكرا شكرا جزيلا.